שהוא הפמזית. פמזית. هات حكينا كلمة. لا كلمة ولا كلمتين تضرب شو صاير سئيل وغليظ. شو يعني ما حدا جاك بنات غيرها؟ ما حدا عنده اولاد بالدنيا غير انت؟ العمى ما اغلظك لسا كل شغلة وشغلة بتعملها قد الجبل. شو صار يعني؟ هلا بتقلي متضايق يا مكتئب يا بتقلي مدري قديش صاروا ديناتي يا بتخلع لي قصة جديدة. لك يا يعلو يسكر على عرضك يسكر على عرضك. هاي النغمة تحديدا حفظتها رثائية على اساس ام ثكلى انت هلا ما شاء الله حولك. يا حبيبي تقلي ولك يخرب بيت قلبك وضع يسوأ من وضعكم بمليون مرة. لا بنق ولا بسق. قدي صارت ساعت معنا؟ لا لسه ما صارت. ليه؟ بدنا نسمع على الراديو اليوم قدام اول يوم برنامجه على الهواء. كل اليوم خلتنا وخلته شو بدنا نسمع فيه لسه؟ على فكرة انت مو بس ما عاد عندك احساس وشعور بلانا، انت ما عاد عندك احساس وشعور بأي حدا. يطول بالك ما قصدت، بس انه هو طول الاسبوع عم يسمعنا شو بده يقول بالحلقه. ايوه حلقه، هي اول حلقه بالنسبه لرفيقنا ادهم. بتتذكر انت يوم اقسمت اليمين انه هو كان اول واحد بالقاعه وجايب لك ورد؟ ولك تخيل ادهم دافع حق ورد، فمعناتها انت قديش بتعني له؟ وانت هلا مو راضيان تسمع الحلقه؟ ما عندي راديو. هلا اذا بدك بلبس لانا وبشنكلها وبنزل اني على شي سيرفيس نسمع الحلقه. انت فعلا متغير كتير سعد. وانت ليش عم تحكي مثل البنات؟ على عشري رح انزل دبر شي راديو مشان نسمع حلقته لادهم. بركي كمان من حاكي تليفون نرفع له شوي من معنوياته. على فكره البنوته اكله وغيرت لها، ويا ريت تبقى تلعبها شوي بس تفيق بدل محاطة بهالتخت طوال الوقت وكأنها بحبس انفرادي.